إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في طرح جديد من دروس موقع tutospace.com. إذا إن شاء الله غادي نستمر في الدروس الخاصة بلغة الجافا، وهذا هو الدرس الرابع. إذا في الدرس السابق شفنا كيفاش ممكن التعامل مع لوبجي سكانر، كيفاش ممكن تاخد دي دوني طابي بار لوتيليزاتور. إذا غنحاول إن شاء الله نستخدمو هاد الشيء اللي تعلمناه في الدرس السابق باش نحاولو نديرو واحد اون ميني كالكولاتريس اللي كتمكن لوتيليزاتور انه يدخل جوج اعداد ويدير لا صوم ديالو. اذا العمليه جد سهله، غادي نستعملو فيها بعض الامور اللي شفناها في الدرس السابق. اذا دائما لا ستركتور ديال البروجيم ديالنا هي نفسها، كرينا واحد البروجي سيتو وغوستو كلينا اون كلاس من اتيديون، وهاد لا كلاس. اذا لا ستركتور ديال البروجي كما قلت هي نفسها، كرينا ان بروجي سميناه تيوتو وفوسطو كاين اتيديون اللي هو لا كلاس مين ديالنا. ونبداو ان شاء الله العمليه. اول شيء غادي يكون عندنا ان اوبجي دو تيب سكانر، كما قلت لكم كنترول اسباس وغيعطيكم اكليبس المساعده، وهنا كنطابي ومباشره اكليبس كي امبورتي جافا بوان ايتي بوان سكانر. اذا غنسميه اس سي وغندير انستونسي لو نيو اوبجي سكانر. دونك هنا كنترول اسباس باش نخرج لا لا بار او وغنكري نوفو سكانر. هنا غندير سيستيم بوان ان كما شاهدنا في الدرس السابق. ثم غادي نكري شيء اخر، نكري 3 فاريابل دو تيب. في هذه الحاله ناخذ دو تيب دابل، دو تيب دابل غنكري اكس ايغريك و لو ريزولتا ريزولتا. اذا هنا غيكون لا فاريابل اكس لا فاريابل ايغريك ولا فاريابل ريزولتا اللي غتكون لا صوم ديال لي دو فاريابل اللي كرينا. اذا هنايا كنستمروا. شنو خصنا نديرو دابا هو اننا خصنا افيشيو ميساج لوتيزاتور باش انه يطابي العدد اكس ثم يطابي العدد ايغريك ثم نافيشيو ليه لو ريزولتا، وداك باستعمال لا ميثود اللي شفنا في الدروس السابقه وهي سيستيم بوان اوت برينت لين. اذا سيستيم بوان اوت بوان برينت لاين هنايا غنافيشيو. نقول له ميساج tapez votre premier nombre. OK. وهنايا اون فوا غي طابي هذاك لو نومبر غادي حنا نريكوبيرو هذاك لو نومبر في لا فاريابل ديكلارينا اكس ونستعملو لوبجي سكانر. غير هو الشيء المهم هنايا كنا تحدثنا في الدرس السابق على نيكس لاين اللي هي كتاخذ كتاخذ لا فالور اون تري باريزاتور على شكل شين دو كاركتر. في هذا الدرس بما اننا ديكلارينا لي اكس و ايغريك و ريزولتا دو تيب دابل، اذا غنستعمل لاحظوا معايا كاع لي ميثود ديال هاد لوبجي سكانر. كاينه نيكس دابل نيكس باي بايت على حساب لا لو تيب ديال لو دونو اللي بغيتو تريكوبيريهم. في هذه الحاله بما انني غنكوبي دابل، اذا غنريكوبيري نيكس دابل دوبل كليك اونتري. اذا هنا غادي نريكوبيري لا فالور عن طريق نيكس دابل اللي كتكوبي لا فالور اللي هي دو تيب دابل. ثم اش غادي ندير؟ غادي ندير نفس الامر بالنسبه لايغريك. اذا غندير كوبي كولي كنترول سي او لا ندير كوبي ثم نجي هنايا وندير كنترول في باش نكولي. في هذه الحاله غادي يكون عندي هنايا ايغريك، وهنا غادي نقول طابي فوتر دوزيام دوزيام نومبر. اذا هنايا الامر الثالث هو اننا غادي نكالكولو لو ريزولتا. اذا كنترول سي لو ريزولتا هنايا كنترول في ريزولتا كتساوي نورمالمون اكس بلاس ايغريك. اذا ثم نافيشي لو ريزولتا ندير سيستيم بوان اوت بوان برينت لاين. وهنا غندير فوتر بون هنا غادي شين دو كاركتر يعني خصني ندير بين دوبل كوت فوتر ريزولتا اي ندير اسباس بلوس بور لا كونكاتيناسيون نعيط على الفاريابل ريزولتا. تري بيان كما كتلاحظوا معايا هنا يمكن نحيد هاد الاسباس اونجستخينا. اذا البروغرام ديالنا سا مارش.
كما قلنا اننا كرينا واحد لو سكانر لي ريكوبيري لي دوني ديالنا، كرينا 3 فاريابل اكس واي ريزولتا اللي غادي تمكننا من اننا ناخذوا لي فالور اونتري باي يوزاتور ونافيشيوهم، نديروا لا سوم ديالهم ونافيشيوهم بلا فالور ريزولتا لو فاريابل ريزولتا. هنايا قلنا ليه اونتري فوتر برومي نومبر، و ثم ريكوبيرينا عن طريق نيكس دابل كتريكوبيري لا دوني اونتري دو تيب دابل. اذا هنا غادي نتيستيو، باش نتيستيو غادي نونجستري كونترول اس وغنمشيو هنا ونديرو ران. كتلاحظوا معايا هنايا في لا كونسول كيقول لك طابي فوتر برومي نومبر، اذا غنطابيو لو نومبر باغ اكزومبل 12 اونتري، كيقول لك طابي فوتر دوزيام نومبر 12 entrée ou qui vous dit que votre résultat est 24. Et le programme ça marche correctement. Ou bien quand même qu'on a un petit mini programme, les qui me dire le calcul de la somme. Ou bien quand même cliquons maintenant nous sommes dans le programme, les qui me connaissent نديرو لا سوم، يعني لو بغينا نديرو الفارق او الضرب او القسمه بنفس الشكل. وهذا شفنا فيه كذلك كيفاش ممكن نستعمل مجموعه الامور شفنا في الدروس السابقه لي فاريابلز لا ميثود سيستم بوان امبلت ال ان و لو لا كلاس و لوبجي سكانر اللي كيمكننا اننا نريكبيريو لي دوني اونتري بار ليتيزاتور. اذا كنتمنى انني نكون توفقت في هذا الدرس. التساؤلات ممكنكم زيارة الموقع tutuspace.com، يعني يمكن تواصلوا معنا عبر الصفحة الخاصة بالموقع facebook.com/tutuspace أو على صفحة تواصل معنا أو في التعليقات الخاصة بالموقع. أتمنى أنكم توفقت وإلى درس قادم على موقع tutuspace.com.